السلام ومرحبا بكم مشاهدين قناة سوس تي في. مشاهدينا اليوم سوسة تحتفل بهذه التظاهرة اللي هي باش توري ديما لسوسة ديما واقفة على ساقها. اليوم باش ينطلق ماراثون اللي باش يبدا من منشية حمام سوسة من قدام بلدية حمام سوسة وصولا إلى القنطاوي ومن بعد كي رجوعا على المارينا وصولا إلى نقطة الانطلاق اللي هي بيدها نقطة النهاية. هاي نتبعوا مع بعضنا هذا التقرير. سي محمد شو تنم تقولنا ساعة احنا نشوفوا للتظاهرة ما ناجحة برشا عباد حضرة اليوم وشو تنم تقولنا على التظاهرة دي؟ التظاهرة هي نظمتها الغرفة الفتية العالمية بحمام سوسة بالاشتراك مع عديد الجمعيات منها كروسولوج حمام سوسة، جمعية الفل، البيئة، جمعية نهوض بالصحة، لونيتي دانيماسيون دو سوس، ومعهم بلدية حمام سوسة. هذا معناها ايفينمون تحت اسم ميني ماراثون تحت اسم كول بور لا في كول بور لا بي. هذا معناها ميساج نبعثوه معناها للسلام، نبعثوه باش نبنيو عقليه جديده، عقليه السلام. نشوفوك اليوم متواجد انت متباري من رادس، معناها جيت لسوسه لهنا، جيت معناها على اهميه التظاهره ولا على ليفينمون ككل؟ والله على الزوز، احنا على اهميه التظاهره وعلى اهميه هذه، ما تحب نجيب راس السوسه هوني باش نعملوا جو بي فهمتني، ونحيي شويه السياح مع تونس ناقصين برشا، سوسه ميته برشا، دونك حابين نحييها شويه فهمتني. وحسب رايك التظاهره ناجحه ولا؟ والله ثاني هذه حسب ما قالوا لي ثاني مره، معناتها سنه خير من العام الاول فهمتني، والحمد لله معناتها جات الطقس حلو وجو باهي وصغيرات جاو والحمد لله. مرتبه قد ايه؟ مرتبه ثروزيام. فمبروك خاطر تبعناك في الكورس من الاول، كنت الاولى من بعد كي رجعت شويه. من الاول خاطر عملت ديبار قوي برشا، دونك حسيت شويه بانكوتي في بدني شويه، تحت في ريتم شويه وبعد الحمد لله معناتها باهي فهمتني. بكالا جو عباد بروفيسيونيل صحاح معناتها من الميتير من الجيش حتى من الصحه معناتها فهمتني، جا حاجه باهي برشا. نشكرك على المشاركه ومرحبا بك في سوسه. مرحبا بك عشقوية. كيفاه جريت معاهم ولا؟ نعم؟ جريت معاهم ولا؟ لا لا ما جريتش. علاه؟ ما بقيت نحضر في الجروب تاع الدونس هكا علاش؟ أنت أخف واحدة نورمالمون ولا؟ على غالب، توك جيت على خاطر، في باليش ديما. إن شاء الله ديما فرحانين معناها أجواء، نشوف أجواء رائعة اليوم مع الصغيرات. حلوة برشا عجبتني، أنا أول مرة نجي سوسة معناها أنا من جابس، والحق عجبتني معناها كلمة وكيفينمون باهي برشا على الأخ. مالا نقولوا مرحبا بالكونغورو الجابسي. يعيشك. شو اسمك تعفوك؟ حسن عاشور. حسن عاشور انت فما مرتبه جيت؟ في المرتبه الرابعه. الرابعه بالنسبه للصغار معناها. ايه. وحاجات كيما هكا باهيه ولا؟ باهيه تو. وتعبت ولا لحقت؟ ما تعبتش. تعبت الجمله؟ ما تعبتش. وكملتها للاخر وروحت؟ ايه. هاي باهي، نقول لك ان شاء الله ديما كل عام تشارك وان شاء الله ديما رابع. عاشك. سي الحبيب مازالت في الدنيا الخير؟ والله امثالكم الزوز تفينا. شوفوا برا ديريكت مع كل احنا نقولوا هذا التشجيع للشباب، معناها باش الشباب اللي كيفكم انتم وقاعد يصوروا برا وكو لا هي بتصور برا ما نخدموا باش نغطيوا التظاهرات بالطبيعه. اه ما نخدموا نحن باش نغطيوا، انتم تجريوا واحنا نغطيوا المظاهرات. المظاهرات اللي تحكي عليها يلزم لها تجاب الجاي. اي المظاهرات اكيد. مدام نشوفوك انت المرأة الأولى اللي تدخل اليوم في السباق، معناها انت ماخذة المرتبة الأولى في النساء. اي الحمد لله واخذة المرتبة الأولى في النساء. الباركور كان خارق العادة باهي، غولون برشا، والأورغانيزاسيون الحمد لله أول مرة، هي ثاني مشاركة هنا، معناها ثاني أورغانيزاسيون تاع الكورس هذيا، وأني أول مرة نشارك فيها، والحمد لله انتصرت بالمرتبة الأولى، وفرحانة بذلك فوالا. جاية نحتفل بأنه كل مسابقة في تونس هي احتفال، تلم وتجمع التوانسة الكل كبار وصغار، جميع الأصناف.
أصناف من أماكن تونس كاملة. هي بالأول سياحة، بالثاني رياضة، والرياضة هي سلامة البدن والعقل. بدن سليم في عقل سليم، عقل سليم في بدن سليم، صح قبل كل شيء الرياضة. الحمد لله، الحمد لله هكا جايين ومحتفلين، وديما أي مسابقة هي عرس قبل كل شيء. تلمنا كما قلت لك من ضواحي، من ضواحي من جميع أماكن تونس، وفما حتى الأجانب، يعني ريت الأجانب، فما الفرنسيس، وفما حتى ثلاثة ولا أربعة ألمان كلموني خاطبوني بالألمان، ما فهمت منهم حتى كلمة بالطبع، فما برشا أجانب والحمد لله. نقول لك مبروك المرتبة الأولى ومرحبا بك في سوسة. يعيشك وربي يخليكم، تنقلوا في الكلمة بالصورة وتبثوا بها فيها، يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. شكرا مدام. يعيشك يعيش. أخت سلمى نشوفوك تعبت معناها في الكور، صب عينيك شوية. ما وقفتش برشا، وقفت شوية كهوي، حطيت في قلبي حتى للآخر وصبا. الظاهرة هذه معناها تشرف سوسة وتوري لي سوسة معناها مازالت واقفة على ساقها ولا؟ إن شاء الله إن شاء الله يا رب، إن شاء الله ديما سوسة لاباس، إن شاء الله. سلام ربي معانا كاو. نقول لك مرحبا بك في سوسه، انت من سوسه، ونقولوا مرحبا بالزوار نتاعنا زاد. يا عايشه مرحبا بهم الكل من تونس وكل بلاصه، مرحبا. يا عايشه. وهكا مشاهدينا وصلنا لنهايه هذه التظاهره اللي كيما قاعدين تشوفوا نحن في ليني داريفي. نتمناو كان ان شاء الله الخير ديما لسوسه، وان شاء الله من تظاهرات هذوما نقدموا القدام وديما تكون سوسه في احسن وجه. الى اللقاء.